حياكم الله. طبعا هذا الحصن هو حصن بيت بوسة التاريخي، سمي هذا الحي باسم القرية هذه القديمة التي تقع في رأس هذا الجبل أو هذه الصخرة الواقعة ضمن نطاق الحي، وهي قرية وفرت لها طبيعة الموقع الجبلي الذي أقيمت عليه تحصينا دفاعيا، جعلها بمنأى عن الغزاة والنافذين، فهي محمية من 3 اتجاهات من الشرق والشمال والغرب. أيضا لها بوابة واحدة فقط وهي من الجهة الجنوبية لهذا الحصن التاريخي القديم والرائع. انظروا إلى هذه البيوت القديمة، ما أجملها وما أروعها. أيضا موقع قرية بيت بوس يعود تاريخه إلى عصور ما قبل الإسلام، وكان يندرج ضمن أملاك قبيلة مأذن من بقايا آثار عصور ما قبل الإسلام، ونقش أيضا بخط المسند يقع على الصخور في الجهة الغربية منها. أيضا هناك آراء من خلال نقوش حميرية كثيرة فوق باب الكهف في عرض جبل الفرضة. باب باني هذا الحصن هو الملك الحميري ذي بوس ابن إيرل ابن شرحبيل، ذكره نشوان. الكثير من الناس يقول على أنه بوس هذا اسم يهودي، والحقيقة أنه هو ملك حميري يمني أصيل يسمى بذي بوس ابن إيرل ابن شرحبيل، ذكره نشوان بن سعيد الحميري المتوفى سنة 573 هجرية. أم أين ذو هير وذو يزن وذو بوس وذو بيح وذو الأنواح، وهو معروف ومذكور له تاريخ وكتب عنه الكثير من المؤرخين، وسمي هذا الحصن باسمه بيت بوس، وقد اتخذه مقرا لإقامته، وجد اسمه على كثير من الأحجار. وكان بناء هذا الحصن قد تم في حوالي القرن 8 قبل الميلاد. انظروا إلى تاريخ هذا الحصن، تاريخ عريق ويعني ضارب جذوره في عمق التاريخ. ظل هذا الحصن لفترة طويلة من الزمن محل تنازع الطامعين بالسيطرة عليه. لماذا؟ كونه حاميا ومطلا على مدينة صنعاء الجنوبية من جهة الجنوب وأيضا من جهة الغرب. ففي عام 289 للهجرة قام آل طريف بالاستيلاء عليه بعد انشقاقهم من الدولة اليعفورية آنذاك، وأقاموا فيه فترة ليست بالقصيرة، أقاموا بترميمه في تلك الفترة، وكانوا يستخدمونه كسجن لاحتجاز المساجين، لأنه كان حصن حصين ومنيع حيث لا يستطيع أحد من السجناء أو غيرهم الهروب منه، كونه الحصن ليس له إلا باب واحد فقط للدخول والخروج، أما بقية أنحائه فهي صخرة ملساء لا يقدر. انظروا كما في الصورة الآن، أنا الآن أوضح لكم الصورة بشكل واضح أنه في هناك صعوبة جدا للوصول إلى هذا الحصن المنيع، ما عدا من البوابة اللي ذكرناها وهي البوابة الجنوبية. كان من أشهر من سجن في هذا الحصن الأمير علي بن الحسين بن جفتم، وهو من العراق وكان واليا على اليمن للخليفة العباسي المكتفي بالله علي بن المعتضد سنة 290 هجرية. والكثير من الرموز التاريخية والسياسية التي كانوا قد سجنوا في هذا المكان في تلك الدولة أو تلك الحقبة. في عام 450 هجرية في أيام الدولة الصليحية تقريبا قام الصليحيون بالاستيلاء عليه، وذلك على يد المؤسس والملك للدولة الصليحية الملك الأكرم علي بن محمد الصليحي. قد قام الصليحيون أيضا بترميم هذا الحصن سنة 504 تقريبا، وذلك في عهد الملكة الحرة أروى بنت أحمد الصليحي. هذا وقد أقام في هذا الحصن أيضا الملك المكرم أحمد بن علي الصليحي زوج الملكة أروى بنت أحمد الصليحي فترة وجيزة كان فيها مريضا إلى أن وفاه الأجل المحتوم في سنة 480 للهجرة، ودفن في هذا الحصن وقبره معروف إلى حد الآن. طبعا كنا نود أن نزور الحصن ونطلع إلى ظهر الحصن وإلى القصور ونصور عن قرب، لكن للأسف منعنا من الطلوع تقريبا لدواعي أمنية، وهناك مشاكل في هذا الحصن كما أخبرنا أحد المهتمين بهذا الحصن.
بعد انهيار الدولة الصليحية في بداية القرن السادس الهجري، وبعد وفاة الملكة أروى بنت أحمد الصليحي، بدأ الاهتمام بهذا الحصن يقل كثيرا فترة بعد أخرى، وبدأ الاهتمام بأماكن أخرى بسبب اختلاف الدولة المتعاقبة على اليمن. ظل هذا الحصن مهملا إلى أن قامت دولة السلطان بن السلطان قرة عين الزمان الملك الظافر عامر بن عبد الوهاب بن داود بن طاهر مؤسس الدولة الطاهرية وملكها. بدأ بالاهتمام بهذا الحصن من جديد، وذلك لموقعه الاستراتيجي والدفاعي الهام من أي غزو على مدينة صنعاء من جهة الجنوب. فأمر السلطان بترميم هذا الحصن والاهتمام به سنة 910 هجرية. بعض من الفقهاء والعلماء التابعين كذلك أعلام رجال هذا الحصن ممن ولدوا وترعرعوا وتربوا في حصن بيت بوس الأثري العظيم، منهم الحسن بن عبد الأعلى ابن إبراهيم بن عبد الله البوسي الصنعاني، ويعتبر من فقهاء اليمن، وذلك في المئة الثانية للهجرة. وأيضا الحسن بن أحمد البوسي من فقهاء اليمن في المئة الثالثة للهجرة، وإبراهيم بن محمد بن سليمان بن علي بن محمد الأعلى البوسي، وله مصنف الحفيظ في الفقه أكمل تأليفه في سنة 779 هجرية، وأبو القاسم بن محمد بن علي بن سلامة الحوالي الحميري البوسي، ولد صاحب كتاب ناظم البوسية في الفقه، وكان من فقهاء اليمن في المئة الثامنة للهجرة. كثير والكثير من المعلومات التي لا يسعنا ذكرها في هذا الفيديو التي تخص وتهتم بهذا الحصن التاريخي الكبير والعريق، إلا أن أهم نقطة وأهم معلومة جديدة عن هذا الحصن أنه كان الكثير من الناس أنه يعرفوا أنه هذا بيت بوس، وبوس هذا هو اسم شخص يهودي صاحب هذا الحصن أو هذه القرية. فإذا ذكر كلمة بوس فإنك تذكر اليهود أو البوسي يهودي كما يقولوا في بعض الأمثال، لكن الحقيقة أنه تاريخ عريق ويعني حصن حميري، يعني صاحبه أو الذي بناه وأسسه الملك ذي بوس. هذه المعلومة الجديدة التي لا يعلمها الكثير من الناس. تحياتنا لكم مشاهدين الكرام، نلقاكم إن شاء الله في فيديو جديد ومكان تاريخي أثري يمني جديد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدثكم عصام القطامي.